دلوقتي للست عموما بتتنرفز اكتر من الراجل بكتير قوي، ودايما بتعامل مع اولادها بتصوت وتصرخ وفي حاجات بتطير في الهواء وبتاع وبتكسر حاجات في المطبخ. واحدة ارد عليك معلش، قعده هو في البيت خليه يعمل البيت المهام اللي هي بتعملها يوم واحد. طب وتشتغلي مكاني؟ انا عندي استعداد يوم واحد نبدل. انا ماليش دعوه ببيكي وبيا، ما ندقش الورق في بعض ولا بيس لو سمحت. انا بسال سؤال علمي الفريدة يا لميس. بدل الست والراجل يوم واحد هتشوفوا عصبي ولا لا. بس انا مع لميس، انا مش متفقه ان الست بتتنرفز اكتر من الراجل. امال الصريخ طول النهار لعيالها؟ لا ما هي يعني على حسب بالظبط، على حسب احنا بنشوفها في انهي سيتويشن. يعني لو بالظبط لو خدنا الراجل حطيناه في نفس السيتويشن برضه هنلاقيه بيتعصب. فهي مجرد بس ان احنا بنشوف ده اكتر، فعندنا المسكونسبشن دي ان الست بتتعصب اكتر عشان هي اللي في البيئه دي بالظبط بنشوفها اكتر وهي بتتعصب. بس ده مش معناه ان هم عامه الستات بيتعصبوا اكتر من الرجاله. فريده انا مش مقتنع، انت خدت كلام لميس وبتجاوبني بيه. انا مش مقتنع بس انا مش هقول هي المختصه يعني بقول لك بشكل علمي. تمشي تطلع على راجل يمين وشماله يعني. لا يا فندم، انت لو حطيت اي انسان في الظروف دي اكيد نسبه العصبيه عنده هتعلى. يعني زي ما الست مثلا بتعصب كتير قوي في البيت، الراجل برضه بيتعصب اكتر بكتير في الشغل. فهي مجرد انه اللي احنا متعودين عليه ما بيحصلش. انا كل اللي انا اعرفهم اصلا في حياتي اكتر الناس اللي عندها بجد شفتهم بيواجهوا انجر بروبلمز كانت رجاله صراحه. رجاله عندهم مشاكل رجاله والستات بسم الله ما شاء الله. كل عندهم مشاكل ما شاء الله. نص سبعه انا مش عايز اقلب ستات ورجاله يا ابو فريده. اتفضلي يا استاذه لميس. نخرج بره. اتفضلي. يلا اتفضلي. ليه في بعض الناس ممكن تتعصب من اكتر ناس بتحبه؟ اوكي عشان يعني كتير قوي ناس مش بتفهم فكره اللي هو انا ازاي اتضايق من اكتر حد بحبه وازاي اتعصب عليه او اطلع عصبيتي عليه. بس بالعكس هي عشان الناس دي احنا بنحبها قوي وعشان هم اخدين حجم كبير قوي في حياتنا وليهم كنترول او باور كبير في حياتنا لانه حد انا متعلقه بيه وبجد فارق لي في حياتي له معزه عندي بالظبط. فبيبقى اثره عليا كبير قوي. الحاجات الحلوه اللي هو بيعملها لي بتبسطني قوي، الحاجات الوحشه اللي هو بيعملها لي بتضايقني قوي. فبالعكس يعني انا مثلا لو حد غريب جه قال لي مثلا جمله مجرحه مش هتجرحني قوي لاني بالظبط مش حد فارق لي قوي في حياتي. قصدك ان ده عشم؟ اكزاكتلي بيكون عندي عشم ومحبه وارتباط وحاجات كتيره قوي. يعني بني ادم مهم في حياتي، بني ادم انا مش عايزه اخسره. الشخص اللي بحبه ده ما اتعصبش عليه قوي عشان ما اخسروش لانه ليه اهميه اكبر. بالعكس ناس بقى كتير قوي اللي هو من كتر ما انا خايفه اخسر اللي قدامي فانا بفايت فور ذم قوي، وده بقى ممكن يبقى يتاخد او يعني يطلع بطريقه اجريسيف شويه. فمن كتر ما انا باقي على البني ادم اللي قدامي وفارق لي فلو مثلا قال لي جمله لا او في ارجيومنت هبقى I'm so invested in it واللي هو بارجيو جامد عشان بجد فارق لي الريليشن شيب دي. ومن ناحيه فارق لك تصرفاته فارق لك اللي هو عشان مش عايز اخسرهم فبتمسك بيهم قوي فده ممكن يطلع بطريقه شويه اجريسيف. ومن ناحيه ثانيه برضو عشان انا عارفه ان هم ناس بتحبني وانا بحبهم قوي وباقيين عليا ومش هيروحوا في حته ممكن اطلع عصبيتي عليهم. يعني مثلا بس اكيد هم عارفين يعني هم يكونوا عارفين طباعي اكيد كل حد بالظبط. وكمان اللي هو اعتذر لهم بعد كده بالليل يعني. لازم اكيد عيش وملح وحب وكده. انا كنت كده وبتاع بالليل اخدهم اعزمهم وبتاع خلاص واتفك الموضوع خلص الموضوع خرجنا من الشغل خلص الموضوع بالظبط. طيب. يعني مثلا لو انا متضايقه في الشغل مثلا من مديري مش هعرف ان انا اكسبرس الفيلينجز دي معاه. فمثلا ممكن اطلعه مثلا على صاحبتي اختي كده فعشان اللي هو بالظبط عشان عارفه ان هو خلاص الناس دي مش هتروح في حته ومش حاجه صح. بس اللي هو ده اللي احنا بنعمله لانه عارفين ان هم هيستحملوني وعارفيني وكده. عايزين بقى تمارين بقى عشان طيب ايه اللي بيخلي هنعمل التمارين عشان فعلا نقلل؟ ما هو بتقول لك هي بتروح تطلع العصبيه في البيت. انا شايف فريده، احنا مش عايزين نمتصل. انا شايف فريده هي مدربه وفي قد الدنيا بسم الله ما شاء الله وعصبيه. لا بالعكس انا مش عصبيه خالص. باور. في فرق بين العصبيه والباور؟ اه طيب.